مساء الخير. نهار طويل على شاشة ال بي سي مع الرياضة اللبنانية، بدأناها اليوم مع البايكاتون الأول بتاريخ لبنان، واليوم عم نكمل مع لعبة عريقة جدا بلبنان، لعبة بتحبوها وبتعشقوها، هي الدوري اللبناني لكرة السلة، كرة السلة اللي عطت كتير طبعا للبنان. الدوري مشتعل بشكل لافت جدا بهالأيام، من أيام قليلة كان صعد فريق الرياضي بعد 18 انتصار متتالي أمام نادي عمشيت، امبارح عمشيت خسر أمام فريق هوبس، والحكمة كان خسر كمان أمام فريق هوبس، واليوم الشانفيل على أرضه أمام جمهوره الكبير جدا عم يستضيف فريق الرياضي بيروت. هالفريقين التقوا ثلاث مرات بهالموسم، كل واحد فاز على أرضه، الشانفيل فاز مرة على أرضه والرياضي فاز مرتين على أرضه بقاعد صعب سليم المنارة. بتعرف نحن وياكم على التشكيل الأساسية للفريقين اللي عم يعتمد على المدرب سوبوتيتش والمدرب غسان سركيس. إذن التشكيلتين الأساسيتين اللي عم يعتمدهم اليوم المدربين قردوسة الخطيب كان سركيس، فادي الخطيب كمان، نيكولوس بوجوههم جو عبد النور، علي محمود، ديوارك سبنسر، علي كنعان ولورين ووتس من جهة فريق الرياضي. هالفريقين لما يلتقوا مع بعض بالفعل لقاءاتهم بتكون حماسية جدا، جمهور كبير عم يتابع المباراة. النشيد الوطني اللبناني افتتاحا. النشيد الوطني اللبناني اللي عم يفتتح على المباراة، المنصة الرسمية، عم نشوف استاذ الياس مصعب، عم نشوف دكتور مرام أبو عبد الله رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة، وجمهور بالفعل عم يكون مميز جدا بهالمباراة، جمهور ملعب قسم كبير من المدرجات، بتعرفوا ملعب فريق الشانفيل يعد من اكبر الملاعب اللي بتستوعب جماهير. اذا كل شيء صار جاهز لاطلاق المباراه، الحكام الثلاثه عادل خويري، رباح نجيم، ومروان ايجو هن اللي عم يقودوا اذا هالمباراه. اذا المباراة سبعين قليل بتنطلق، والبوزيشن الاولي عم كلها صالح نادي الرياضي، البوزيشن الاولي لصالح نادي الرياضي بيروت. ديوارك سبنسر دي بيسدد المسافة المتوسطة وبيسجل اولى نقاط الجيم، اولى نقاط الجيم عم يسجلها ديوارك سبنسر ليعطي التقدم لصالح النادي البيروتي. مواجهة بيروتية مادية اليوم عم يستضيفها فريق الشانفيل بملعبه بديك المحدي. كار سركيس بمرر لفادي الخطيب ونيكولوز بيخسر الكرة، نيكولوز بيخسر الكرة والبوزيشن بترجع من جديد لصالح فريق الرياضي. خليل عون عم يدخل على أرض الملعب، أصغر كردوس الظاهر تعرض لإصابة، عم نشوف كنا كمان على مهاد الاحتياط اللاعب جليل اكيندلي اللي وصل من ايام قليله للبنان للمشاركه مع فريق الشانفيل، لكن بعد منه جاهز ليشارك من الناحيه الاداريه، يعني بعد في مشكله بتصور هو وناديه السابق، عم بيحاولوا يعالجوا الامور. ديوارك سبنسر بمرر لعلي كنعان، المحاوله ما بتنجح له تحت السله، بسجل لورين ووتس، أولى نقاطه بالمباراة، النقطة الرابعة، لفريق الرياضي. وعلي محمود بينجح بالمحاولة، علي 6-0 رن للرجال المدرب سوبوتيتش بانطلاق المباراة، 6-0 رن. كار سركيس فريق الشانفيل بعد ما سجل بأول دقيقة ونص من الجيم، خليل عوندي اللي دخل على أرض الملعب بدلا من اصغر كردوس، فادي الخطيب عم يدافع عليه جو عبد النور، الخطيب بحاول يلعب على جو، دبل تيم على الخطيب، بينجح بالمحاوله ديوارك سبنسر، الريباوند الدفاعي له جو عبد النور، بنزل طابه له لورين ووتس للكنعان، ضغط دفاعي من فريق الشانفيل، عبد النور بيسدد على الارك، المحاوله الثلاثيه بينجح فيها، وكان سركيس الاسرع على الريباوند الدفاعي، اول ريباوند لكارب الجيم،
خليل عون بحاول على الار، كبيبه بيرجع بالمحاوله، وعلي كنعان على الريباوند. فريق الرياضي عم يمنع فريق الشوفيل هلا من تسجيل اي نقطه بعد دقيقتين و15 ثانيه. علي كنعان بدوره ما بينجح بالمحاوله، وثاني ريباوند لفريق الشوفيل، وهالمره عبر فادي الخطيب. خطا لصالح فادي. ثلاث مرات التقوا بهالموسم الفريقين، اللقاء الاول كان جرى بملعب الشوفيل بالريجولر سيزون، فاز فيه نادي المتنه 78-73. بالرتور الريجولر سيزون فاز الرياضي بفارق كبير 82-54، وبالفاينل 8 بذهاب البطوله الرياضي فاز على ارضه امام الشوفيل بفارق 6 نقاط وبنتيجه 75-69. كارسركيس بيك من فادي الخطيب، مقطوعه من جو عبد النور، عبد النور بينطلق بالفاست بريك، جابا بينجح بالمحاوله والريباوند لصالح نادي الشوفيل عبر حسين الخطيب. كارسركيس كمان محاوله ثلاثيه ما بينجح فيها، والكنعان على الريباوند، وما زال الشوفيل من دون ولا اي نقطه. حوالي ثلاث دقائق على انطلاق المباراه، الشوفيل عم بيعاني هجوما. يوريك سبنسر يلي عم يدافع على حسين الخطيب، واحد من افضل اللاعبين يلي بيتولوا مهمات كبيره من الناحيه الدفاعيه امام هدافين كبار، كنا شفنا هالشيء امام اندري امت سابقا، ولورين ووتس بهالوقت عم يسجل نقطه الرابعه، تقدم سريع لصالح نادي الرياضي. فريق شافيل عم يلعب باجنبي واحد بعد ما سحب المدرب اصغر خردوس لتعرضه لاصابه. فادي الخطيب لنيكولوز اللاعب جورجي، نيكولوس بيلعب على السلة وبيسجل أولى نقاط فريق شوفيل، أولى نقاط النادي المبني عم يسجلها اللاعب جورجي. بالعادة عم تشوف هون الموف الممتاز جدا يلي فرجينا اياه لاعب الاكس ام بي اي ديواليك سبنسر. علي كنعان تسديدة ثلاثية ما بينجح فيها، خليل عون على الريباوند. كارل لفادي الخطيب، الخطيب بمرر لبرا، بتبقى البوزيشن لصالح نادي الشوفيل. بالتصويت على ويب سايت ال بي سي بسؤالنا مين رح يفوز بلقاء اليوم، الشوفيل او الرياضي؟ التصويت اتى لصالح فريق الرياضي بنسبه 56% مقابل 44% لفريق الشوفيل، والتصويت رح يكمل من هلا لنهايه الكوارتر الثالث. فرصه جيده بتضيع على فريق الشوفيل، والرياضي بيستفيد بسرعه لصالح جو عبد النور يلي بيسجل اولى نقاطه بالمباراه ويزيد التقدم لفريقه بفرق 8. نيكولوس اللاعب الجورجي عم يسجل نقطه الخامسه، مسجل كل نقاط فريقه وهالمره عبر الثلاثيه لينزل فارق سريع على خمس نقاط. اكيد وبسط ال بي سي يلي كمان فيكم تصوتوا للاعبين اول ستار يلي رح المباراه اول ستار رح تكون الاحد المقبل، نخبة أندية بيروت ضد نخبة أندية خارج بيروت. التصويت بدأ من حوالي 3 أيام، التصويت كثيف جدا جدا ولافت جدا، الحماس كبير. أنتم مشاهدينا بتنقوا تشكيلاتكم الأساسية اللي رح تكون بانطلاق المباراة مع المدربين، والمدربين بعد ما تختارون بنقوا اللاعبين، لاعبين احتياط، لاعبين سبعة من كل فريق أندية بيروت إذا يلي فيهم حكمة رياضي هوبس والانترانيك، وانديه خارج بيروت الانديه الست المتبقيه. واتى دور حسين الخطيب المره، والشوفيل سريعا جدا عم ينزل الفارق لنقطتين 10-8 بعد سله ثلاثيه لحسين الخطيب، 2-3 بوينتس لفريق الشوفيل. دوارك سبنسر ناطره دائما لحسين الخطيب، سبنسر بيسدد ما بينجح بالمحاوله، خليل عون على الريباوند. فريق الرياضي يلي قدر يعمل ستريك ب 18 انتصار متتالي، والخطيب بيضرب من بعيد، بيضرب من المسافه البعيده فادي الخطيب، و11 نقطه لصالح فريق الشوفيل، والتاخر بيقلبوا التقدم كابتن النادي المتني وكابتن منتخب لبنان وافضل مسجل لبناني كافرج بالبطوله. سبنسر بمر لعبد النور، وفي ووكينج على جا تورن اوفر على فريق الرياضي، والمدرب سوبوتيتش سريعا جدا
بيطلب التايم اوت. اذا تايم اوت للمدرب غسان سركيس، عفوا للمدرب سوبوتيتش. بوقت تشير ليدرز عم يغيروا الاجواء بارض الملعب. عم نشوف الريباوند، تعادل بين الناديين على الخمسه ريباوند. الفريقين بنجيد على ارض على ارض الملعب للمواجهه الكبيره بالاعاده. هون عم نشوف سله جو عبد النور. فريق شافيري اللي بلش بدايه بطيئه لكن بسرعه قدر استوعب الامور وهو متقدم بفارق نقطه بهالوقت. فادي الخطيبه بيستلم، فادي بيبرم على السلة، بيسدد الخطيبة، بينجح بالمحاولة، الريباوند لصالح جو عبد النور. كان بيحاول بسرعة يلعب الفاست بريك وعلي محمود بيهدي الأمور على السيت أوفنس. جو عبد النور، لورين ووتس ما بيقدر يستلم، خليل عون بيقطع الكرة وبيروح على السلة. خليل عون بيسجل أول سلة له بالجيم، بسجل سلته الاولي خليل عون. بوقت عم نشوف بارض الملعب يعني الشيء اللي شفتوه وقت قليل في جروب في البروجرام، شو القصه بروجرام يلي بدا اليوم بحلقته الاولى على شاشه ال بي سي بعد ايام قليله. بروجرام شو القصه رح يتناول قصه حلوه كثير عن كره السله اللبنانيه، عن بالفعل شخص بيعشق كره السله وبيعشق فادي الخطيب. ما رح احكي اكثر من هيك، لاحقا اكيد بتتابعوا البروجرام وبتعرفوا كل شيء صار اليوم بهالملعب يلي رح يكون نجمه اكيد هون الطفل شربل يلي عم يتابع المباراه بارض الملعب. اوت اوف باوند، علي محمود تحت السله بيبرم، بسجل علي، بسجل علي محمود نقطة الرابعة وبنزل فرق لنقطة بين الناديين. والبرنس على أرض الملعب، المدرب سوبوتيتش عم يدفع بأمير السعود. بالإعادة هون عم تشوف حاول كارل سركيس يقطع الكرة لكن علي استطاع يسجل نقطة الرابعة ويقلص الفرق لنقطة قبل دقيقتين و48 ثانية من نهاية الربع الأول. هيدي المباراة رح تنهي المرحلة الثالثة من بطولة لبنان لكرة السلة بإياب الفاينل 8، وبكره بتنطلق المرحلة الرابعة. والمباراة المنقولة المساء التنين الساعة 10 رح تكون مباراة مهمة بين عمشيت والحكمة من ملعب عمشيت. نيكولوز بيخترق، نيكولوز بيخسر الكرة ومتبقي ست ثواني لصالح فريق شانفيل بهالهجمة. نيكولوز كمان بيخسر كرة لصالح ديماريك سبانسر يلي بيطلب اكسسوارات وبيبرر للورين وودز. اي لاف ذيس جيم، بيسجل له نقطة السادسة، بيستفيد من تمريرة حاسمة لديماريك سبانسر. بالعادة عم نشوف هون الفاست بريك المثالية يلي عملها ديماريك سبانسر والطريقة اللي مرر فيها، والرياضة بنجيد بالمقدمة بفرق نقطة. فادي الخطيب عم يدافع عليه جو عبد النور، الخطيب بيبرم بيسدد، بيسجل، بيسجل الخطيب. خمس نقاط لفادي الخطيب والشانفيل بنجيد هو اللي عم يتقدم. أمير سعود يلي دخل من ثواني قليلة على أرض الملعب، فادي الخطيب على الريباوند. الخطيب بيخترق، بمرر لكارل سركيس، بنجيد فادي من المسافة المتوسطة ما بينجح بالمحاولة، وعلي محمود على الريباوند. علي محمود
علي عم يدافع عليه كار، امير سعودي بيستلم، امير علي محمود من البيس لاين بينقلها لشاهد صعب النور يلي بيسدد عن الارك بدون ما ينجح، وكان سركيز بحقق تاني ريباوند دفاعي له بالجيم. تمريره تحت السله بتوصل لفادي الخطيب، الخطيب بحافظ على الطابه بينقلها لخليل عون، منه لكار نيكولوز لفادي الخطيب اللي بيخترق البيس لاين، والطابه عم تبرم، وحسين الخطيب بياخذ الاوبن شوت، الطابه برمت بشكل ممتاز، وهيدي الثانيه لحسين الخطيب. يعني حكينا عن دور حسين الخطيب الدفاعي بالدور اللي اعطيه المدرب غسان سركيس دفاعيا على ديوريك سبنسر ذا رين مان، كما معروف اللاعب الامريكي، اللاعب اللي بيسدد بنسبه مخيفه عن الارك، عم يقدر يوقف ديوريك سبنسر، لكن عم يسجل لهلا 2 3 بوينتس، ولورين وودز بأمن له طريق سلكي وامنه لجو عبد النور يلي بيسجل النقطة الرابعة. تقدم نقطتين لصالح فريق شانفيل، اخر ثواني الكوارتر الاول، مباراة ايقاع سريع جدا بالربع الاول. كارل السركيس بمر لفادي، فادي الخطيب في لورين وودز معه دايما تحت السلة، حسين الخطيب بيخترق بمر لخليل عور يلي بيسدد عن الارك، المحاولة ما بتنجح، والكوارتر الاول اعزائي المشاهدين عم ينتهي بتقدم صاحب الارض على حساب فريق الرياضي، التقدم بفارق نقطتين والنتيجه 18-16. الفريق من جديد على ارض الملجا، على ارض الملعب، بالفعل جمهوري كبير عم يتابع هالمباراه. وانطلاق الكوارتر الثاني، نيكولوز بيخترق نيكولوز وبيسجل نقطة السبعة، سبع نقاط لنيكولوز، بيعمل التقدم أربعة لصالح فريقه. عبد النور بيخترق ما بينجح انه يرد، عبد النور الريباوند لميل لصالح كاميجا يلي بيلحق الطابة بشكل سريع وبيعطي فرصة جديدة لفريقه مع 24 ثانية جديدة. علي محمود دفاع مان تو مان من المدرب غسان سركيس من انطلاق الجيم، علي محمود بيخترق بسجل، علي محمود بطريقة ممتازة على نيكولوز، إذا فينا نشوفها بالإعادة تشوفوا بأي طريقة، حمي الطابة علي محمود وسجل على اللاعب السفن فوتر، لاحظوا لاحظوا بالإعادة كيف حمي الطابة بجسمه بعدها وقدر يسجل على اللاعب الجورجي. الفرق نقطتين، الفريقين عم بيعتمدوا هون، نيكولوس كمان بيسدد على الارك ما بينجح بالمحاولة، علي محمود ببرد للوري وودز تحت السلة، اي لاف ذيس جيم، لو بسجل نقطة الثانية وتعادل الفريقين على النقطة العشرين. فادي الخطيب لنيكولوز، فادي من المسافة المتوسطة ما بينجح بالمحاولة، خليل عون الأسرع على الريباوند الهجومي، ونقطة الرابعة لخليل.
لورين وودز لأمير سعود، تسديدة ثلاثية لأمير بسجل أولى نقاطه بالمباراة، وهيدي أول 3 بوينتس عم يسجلها فريق الرياضي، بينما الشانفيل لهلا عنده أربع ثلاثيات، اثنين لحسين، واحدة لفادي وواحدة لنيكولوز. فادي الخطيب، فادي بده يجرب يلعب على عبد النور، ما بينجح بالمحاولة، ريباوند دفاع على صالح أمير سعود. أمير سعود يعني عنده أفضل برسنتج بالبطولة لهلا عن أرك 3 بوينت، برسنتج اللي عنده إياه 45%، إلا أنه أرون هاربر أكثر لاعب مسجل 3 بوينت، 92 3 بوينت، وأمير سعود لهلا صاروا 62 ثلاثية أوف ذا بنش، ما تنسوا هاللاعب يعني دائما بيشارك، ما بيشارك كلاعب أساسي، عنده 62 3 بوينت لهلا، وهيدي سلة وودز الأخيرة. الرياضي متقدم بفرق نقطة. علي محمود، علي بنزل تابلا لو لو بيحصل على الخطأ، وراح يكون عنده الثاني فري ثرو. اللاعب يلي بسدد بنسبة 64% عن الفري ثرو لاين بسجل الأولي ونقطة التاسعة، أفضل مسجل لهلا بالمباراة عم يكون لورين وودز. بالفعل هاللاعب خاصة بهالفترة الأخيرة بالفاينل ايت عم يكون متألق جدا جدا، عم يكون عنده حضور قوي كثير بالأوفنس وبالديفنس. خليل عون ببرر لحسين، كار سركيس عم يدافع لديوارك سبنسر، خطأ لصالح كار، الخطأ من دي، هيدا أول فاول على سبنسر. سبنسر لهلا مسجل نقطتين. نيكولوز كار سركيس، كار ديت ثواني بعد عنده نيكولوز بيسدد مسافة متوسطة وبيسجل نيكولوز. الطابة بتدب الرم، بتعلى بتعلى وبترجع بتدخل السلة، وتسع نقاط لنيكولوز. ولاحظوا لاحظوا إذا فينا نتابع الصراع اللي عم بيكون بين حسين الخطيب وديوارك سبنسر، يا أمير الأمير بسجل عن الأرك تاني ثلاثية ناجحة لإله، تاني 3 بوينت إذا لأمير سعود. وكمان برد عليه نيكولوز، 12 نقطة لنيكولوز، تاني 3 بوينتس لنيكولوز بالمباراة. تحت السلة عبد النور، بتبقى البوزيشن تبع البوزيشن لصالح فريق الرياضي اللي عنده 3 ثواني بهالهجمة. نديم السعيد على ارض الملعب والشوفيل ما زال باجنبي واحد، يعني لعب ثواني قليلة باجنبيين ومن بعدها باجنبي وحيد، ريباوند دفاعي كمان لنيكولوز. شوفيل اللي عم يتحضر لتغيير اجانبه واجانب على مستوى بالفعل من مستوى رفيع، رح ينضموا لهم منهم لاعب موجود حاليا هو جليل اكندلي يلي موجود معهم على مقاعد الاحتياط، لاعب نيجيري بطول مترين و16 سنتيمتر مواليد 1983، 5 دقائق تقريبا متبقي لنهايه الكوارتر الثاني. الرياضي متقدم بفرق نقطه، دفاع فريق شانفيل هلا عم بيكون ممتاز خاصه على ديوارك سبنسر، والمدرب سوبوتيتش دفع بامير سعود لحتى يريح سبنسر وعم يريحه بشكل ممتاز. هيدي الثالثه لامير، واليوم الامير
عم بسدد بنسبة عالية جدا على الارك، كمان مقطوعة من دفاع فريق الشاوفيل. لحظة صراع على الطابة، نديم سعيد بعيدة من جديد لصالح فريقه، كان سركيس بيضرب من المسافة البعيدة، ما بينجح بالمحاولة، علي محمود بر الأمير السعود، وفي خطأ من كارل سركيس. أربع نقاط التقدم لصالح فريق الرياضة، وجو فوغل على أرض الملعب. جو فوغل اللي مش عم يشارك بكل المباريات بسبب الإصابة اللي تعرض لها، يعني ما عم يكون كتير انفولف بالبطولة بهالموسم، بدأ يلاقي مستواه مؤخرا. هيدي المباراة 13 اللي بيشارك فيها بهالموسم جو. تسع نقاط للسعود مع ريباوند، وهيدي نقطته العاشرة، وعم يصير بهالوقت أفضل مسجل لبناني. اكس اكس اللبنيز سكورر لهلا، وهيدي نقطته 11، وإذا كمل هيك أكيد رح يكون من المرشحين لريبوك بير أوف ذا جيم اللي بيبدأ التصويت عليه مع نهاية الكوارتر الثالث. وكله على ويب سايت ال بي سي، يلي الكل يلي بيعشق كرة السلة دائما ما له غير ويب سايت ال بي سي ليتابع كل شيء بخص كرة السلة. ولاعب جامعة كولورادو بضيع المحاولة، نديم السعيد بيلتقط الريباوند الدفاع نيكولوس للسعيد. ست نقاط التعادل لصالح فريق الرياضي. خليل عون للسعيد، نديم 8 ثواني متبقي لهجمة فريق شاوفيل، نيكولوس بسدد تحت الضغط ما بينجح بالمحاولة، يلي بينجح هو حسين الخطيب بتابع وبسجل نقطة الثامنة. 8 نقاط لحسين، بنزل الفرق الأربعة. ديوارك سبانسر ما بينجح بالمحاولة، سبانسر ريباوند لنديم، فاست بريك مع نديم السعيد، اللاعب السريع والسريع جدا عم يسجل اول سله له بالجيم، والشاوفيل برد الفرق لنقطتين. لاحظوا سبنسر وحسين الخطيب، لاحظوا هاللاعبين كيف عم يتواجهوا مع بعض. سبنسر بيخترب ما بيرجع بالمحاوله، يلي بيرجع هو جو فوغل بتابع بفينجر تيب، اول سله لجو فوغل. 40 سنة عمره هاللاعب وما زال عم يعطي لكرة السلة اللبنانية، اللاعب اللي سبق ولعب مع منتخب لبنان. نديم سعيد كمان ممتاز، لسعيد ممتاز نديم سعيد بسرعته، اختراقات فتاكة للسعيد، والفارق نقطتين كمان، والتقدم دائما لصالح فريق الرياضة. أمير سعود، أمير بإيده الشمال ما بيرجع بالمحاولة، جو فوغل بتابع بريباوند هجومي وبسجل نقطة الرابعة. حضور أول جو فوغل بهالمباراة، لاعب المترين وعشرة سنتيمتر، أصبح رصيده أربع نقاط والرياضة متقدم بفرق أربعة. نديم بسدد على الأرك ما بينجح بالمحاولة، البوزيشن بتبقى لصالح فريق شاوفيل. تايم أوت قبل دقيقتين و12 ثانية من نهاية الكوارتر الثاني، وهالمرة التايم اوت عم يطبق المدرب اللبناني غسان سركيس. عم نشوف التمريرات الحاسمة، خمسة مقابل تسعة. إذا دقيقتين و12 ثانية متبقي لنهاية الكوارتر الثاني أو الشوط الأول من المباراة، يلي مبلشة حماسية بامتياز.
اوت اوف باوند مع الخطيب لنديم السعيد. فادي فريق شانفيل عم يلعب من دون صانع العاب. خليل عون، خليل عون بسدد وبسجل هيدي النقطة السابعة، أول ثلاثية له بالجيم، السادسة لفريقه، والفين نقطة وحيدة بين ناديين. ديوارك سبنسر بجري بيريد بيريد بيريد، ديوارك سبنسر أول ثلاثية لسبنسر بهالجيم. لهلا صار عنده يعني بخمس مباريات، هيدي المباراة السادسة، صار عنده 23 3 بوينتس وعم يسدد بنسبة 42% بالبطولة. جو فوغل كمان كمان، جو فوغل سبع نقاط لجو فوغل، أول 3 بوينتس له بالمباراة، وتكنيكال فاول، تكنيكال فاول على جو فوغل. والهون الحكم عادل خويري عم يقول لجو فوغل لازم يروق، ما بعرف شو صار شو قال له، في شيء صار الظاهر. هذا الخطيب رح يكون عنده اثنين فري ثرو، والبوزيشن رح تبقى لصالح فريق شافي. الخطيب ملك الرميات الحره، بسجل الاولى بنجاح. هذا الخطيب بسجل 2-2، صار اكثر لاعب بسجل فري ثرو بالبطوله لهلا، كان سابقه برميه حره كوري ويليامز، صار عنده 174 رميه حره مسجلهم. فهد الخطيب تخطى كوري ويليامز برمية حرة واحدة. إذا حابين تعرفوا كل هالأرقام ما لكم كمان غير تفوتوا على ويب سايت ال بي سي، كل الأرقام الإحصاءات الكاملة بطريقة ممتازة وكثير بروفيشنال موجودة على ويب سايت ال بي سي، عم تشوفوا أمامكم على الشاشة. اختراع على نيكولوس، نيكولوس بسجل نقطة ال 14 أو السلة غير محتسبة، بيقول الحكم في ووكينج تورن أوفر. إذن على اللاعب الجورجي المدرب غسان سركيس بيعترض. قال من دي على نهاية الكوارتر الثاني، إذا بعد الشاي المخرج في فرجينا إياها، شوف الدرايب اللي عملها نيكولاس إذا فيها ووكينج أو لا. تسديدة كمان ثلاثية ما بتنجح المرة من أمير سعود، ريباوند هجومي لجو عبد النور، ست نقاط لجو عبد النور، والرياضي عم يزيد تقدمه لسبعة. فادي بدي اذكر شانفيل ما زال عم يلعب باجنبي واحد. فادي الخطيب بسدد ما بينجح بالمحاوله، امير سعود بحط الطابه بالاوت، والبوزيشن بتبقى لصالح صاحب الارض. تايم اوت جديد، وهالمره قبل 27 ثانيه من نهايه الكوارتر الثاني. الفريق من نجيد على ارض الملعب باخر 27 ثانية. هلا فهمنا شو صار. فادي الخطيب. فادي دائما معه جو عبد النور. خطيب بيطلع عليه علي كنعاني اللي دخل من ثواني قليل على ارض الملعب، خطا من الكنعان لصالح فادي. الفرصة كمان من الخارج رح تكون 16 ثانية متبقي لنهاية الربع الثاني، هل رح يقدر رجال مدرب غسان سركيس يسجل ويقلص الفارق لأقل من سبعة؟ نيكولوس بمرر من جديد للخطيب يلي بعد عنده 10 ثواني بهالهجمة. فادي بيخترق الخطيب، بيخترق
بمر لبرا عند حسين عند ابن عمه حسين الخطيب بسجل نقطه العشرة ونهاية الكوارتر الثاني بهالوقت بتقدم فريق الرياضي خارج أرضه بفارق 5 نقاط 40 للشانفيل 45 للرياضي أقل من 10 دقايق بريك أعزائي المشاهدين وبنرجع بنتابع الجيم. مشاهدينا لملعب الشانفيل للقاء الشانفيل والرياضي يلي انتهى في النصف الاول من المباراه بتقدم النادي البيروتي بفارق 5 نقاط وبنتيجه 45-40 بسرعه بنروح نشوف نحن وياكم المقارنه الاحصائيه بين الناديين. اهلا وسهلا فيكم بالاكس اكس ال ستريت بول كومبيتيشن مع فادي الخطير واللي بحط سله وحده بوش فادي بيربح المسابقه. اول لاعب بيحاول يقطع وبلوك شوت رائع فادي مع الطابه بيقطع ودنك بيولع الجمهور. تاني لاعب عم بيحاول وستيل ولا اسكى بيبرم فادي واي شوت رائعه الجمهور مش عم بيصدق ستريت بوينت بلوك شوت مخيف شو هالخطيب. ما بعرف مشاهدينا بس لياقه في لاعب جديد وكثير قابض الامور بجديه. منذكر بيكفي انه تحطوا سله وحده بوجه الخطيب تتربح المسابقه. الجمهور كله ناطر يي شو عم بيصير بيبرو بيروح على تاني سله وفعلا بحط سله بس على تاني ميل من الملعب مبروك اكس اكس ال انرجي لعبه ذكيه. اذا المقارنه الاحصائيه بين الفريقين بتفاجئنا نسبه التسجيل من كل المسافات متعادلين فيها تقريبا الفريقين تحويلها 49% 3 بوينتس شانفيل افضل برميه حره برميه ثلاثيه واحده 6 من 15 5 من 15 الفري ثرو الفريقين مش مضيعين 2 من 2 4 من 4 ريباوند تقدم لصالح فريق الرياضي خاصه الاوفنسيف ريباوند الاسيست كمان الرياضي افضل بهالمجال التورن اوفرز الرياضي كمان افضل بهالمجال ومرتكبين 4 turnovers بس لهلا بالاثنين كوارترز الستيلز كمان النادي البيروتي عم يكون افضل والبلوك شوت كمان. اذا هيدي المقارنه الاحصائيه بين فريقين سريعا جدا بنروح لانطلاقه الكوارتر الثالث الفريقين عم ياخذوا اخر تعليماتهم قبل انطلاق الكوارتر الثالث. كنت عم بحكي مع المدرب غسان سركيس بالبريك لشوف اذا اصغر قردوس رح يشارك بالجزء الثاني يعني شانفيل قدر جارة فريق رياضي باجنبي واحد اصغر قردوس ما شارك الا لثواني قليل صار عنده شد عضلي. قال لي المدرب سركيس رح يجرب يستعين فيه بالجزء الثاني من المباراه لشوف اذا قادر يلعب اللاعب الايراني. عم تشوف هون لاعبي الدوري اللبناني لكره السله يلي موجودين الاجانب موجودين على اليوم على المدرجات عم يتابعوا المباراه بارض الملعب. الكوارتر الثالث بهالوقت رح ينطلق اصغر كردوس على ارض الملعب اللاعب الايراني بيرجع بيدفع فيها المدرب غسان سركيس وانطلاق الربع الثالث. سبنسر يستلم مع نديم سعيد ديمارك سبنسر دبل تيم على سبنسر بمرر لجعد النور جعد لامير سعود امير بيخترب بيرجع بالمحاولة لورين وودز بتابع من دون ما يسجل والريباوند مشتى فترة طويلة مع نديم سعيد سبنسر بيقطع الريباوند لكن قدمه خارج البيس لاين. فادي الخطيب فادي بفضيل حسين اصغر كردوس ممكن يلعب على اللاعب لورين وودز شوف كيف رح تكون المواجهه بين اللاعبين. اصغر كردوس بسجل على اطول لاعب بالدوري اللبناني لكره السله بهالموسم حاليا يعني سبق وشارك باجاريتش مترين و23 سنتيمتر لكن حاليا مترين و18 سنتيمتر الاطول هو لورين وودز. حسين الخطيب بيقطع الكرة وبيسجل حسين الخطيب نقطة 13 أفضل مسجل لبناني بالمباراة لهلا عم يكون حسين الخطيب
والفارق عم ينزل سريع لنقطة واحدة. علي محمود تمرر لأمير. أمير سعود عنده بعد أربع ثواني، مقطوعة من نديم السعيد، كمان السعيد بيروح على السلة وبيضيع بسجل. بسجل المحاولة نديم السعيد الطابي، مرة بتعرف لحظة بالإعادة، محاولة للسعيد الطابي كادت تخرج لكن رجعت دخلت، وشانفيل عم يتقدم بفارق نقطة واحدة. ديوارك سبنسر تمرر لشو عبد النور، عبد النور بيخترق بيعطي لورن وود تحت السلة، لو في ووكينج على لورن وود، ووكينج على اللاعب الأمريكي، والتايم أوت سريع جدا للمدرب السلوفيني سلوبودان سوبوتيتش. 6-0 ران، وجمهور فريق شانفيل ولع المدرجات. الجنس اللطيف يلي دائما مزين ملاعب كرة السلة اللبنانية بالفعل لافت جدا جمهور كرة السلة، يعني بنشوف صغار، بنشوف جنس لطيف، بنشوف طبعا الشباب موجودين دائما، مش شيء غريب. هنشوف التايم اوت اللي طلبه المدرب سوبوتيتش، شو ممكن يغير بعد عودة الفريقين لأرض الملعب. الشانفيل ضرب بقوة بانطلاقة الكوارتر الثالث بقوة كثير كبيرة وقدر يعمل 6-0 ران. وشربل يلي عم يتابع المباراة بأرض الملعب يلي رح تشوفوه بعد أيام قليلة ببروجرام شو القصة وقصته مع كرة السلة اللبنانية، ورح تكون قصة كتير حلوة أكيد تبعوها بكرة تشوفوا البروموشن قبل. فادي الخطيب بمر الأصغر نيكولوس بسدد المسافة المتوسطة ما بينجح بالمحاولة، لو على الريباوند ديواريك سبنسر. لهلأ قادر حسين الخطيب يعني يحطه خارج أجواء المباراة بالفعل. ديوارك سبنسر يلي عنده معدل 22.6 نقطة، مسجل 5 نقاط لهلا بالجيم، بس بعد في وقت كثير لنهاية المباراة. اللاعب الهداف ممكن يلاقي حاله بأي لحظة. علي محمود بيخترق علي، ما بينجح بالمحاولة، أصغر على الريباوند. الريباوند الأول للاعب الإيراني، اول لاعب ايراني عم يحترف في الدوري اللبناني. فادي بيبرم بيسدد ما بينجح بالمحاوله، اصغر كاردوست ونيكولوس بعيد لحسين الخطيب. نيكولوس لاصغر كاردوست على اللوبوست، اصغر بمر لبرا الطابه خارج ارض الملعب. التمريره اتت قويه جدا وصعبه. علي محمود بمر لسبنسر يلي بسدد على الارك وبسجل. قلت لكم اللاعب الهداف ممكن يلاقي حاله باي لحظه، بسدد تحت الضغط الدفاعي اللي عم يعملوا عليه حسين الخطيب، انما هالمره بينجح بالمحاوله الثانيه الثلاثيه نجح له نقطه الثامنه، والرياض عم يتقدم من جديد بفرق نقطتين. نيكولوس لاعب عنده سكيلز بالفعل، لاعب يعني بطول اللاعب الجورجي، متر 13 سنتيمات، صعب يتحرك بهالشكل، يعني غير اللاعبين اللي عندهم سكيلز كثير مهمه مثل نيكولوس اكيد هالامور ما فينا نشوفها عند غير لاعبين. محاوله ثلاثيه بتضيع على فريق الرياضه، لكن عبد النور بعوض بريباوند هجومي. جان عبد النور بيخترق بيتعرض للبلوك شوت من اللاعب الجورجي. نيكولوس على البلوك شوت و17 ثانية متبقية
رجال المدرب سوبوتيتش. لورين وودز ما بيرجع بالمحاولة المسافة المتوسطة. الخطيب على الريباوند. نديم السعيد بيخترق للسعيد ما بيرجع بالمحاولة. علي كنعان ريباوند دفاعي للكنعان. تمريرة مقطوعة من فريق الشانفيل. فادي الخطيب 3 على 1 بالفاست بريك. وخطأ لصالح فادي الخطيب. خطأ من علي كنعان. وراح يكون عنده الثاني فري ثرو. تعادل الناديين على النقطة 48. الرياض لهلا مسجل 3 نقاط بهالكوارتر مقابل 8 لفريق الرياض لفريق الشانفيل بأربع دقائق و13 ثانية. فادي ينجح بالمحاولة الأولى. 6 نقاط لفادي الخطيب. عم تشوف الزميلة رنيم بوخزام زميلتنا بالأخبار كمان عم تتابع المباراة بأرض الملعب. وكمان محاولة تانية ناجحة. تسع نقاط بصير رصيده لفادي. عبد النور بسدد مسافة المتوسطة ما بيرجع بالمحاولة. الخطيب كمان على الريباوند. خطأ لصالح فريق الشانفيل. خطأ عم يرتكبه جان عبد النور. هذا خطأه الثاني لجان. بالإعادة عم نشوف هون الفاول اللي احتسب على جان عبد النور. اوت اوف باوند مع فادي. تنشيف ارض الملعب. عم نشوف جمهور الشانفيل الكبير اللي عم يتابع المباراة بارض الملعب. فادي على الانباوند. فادي الخطيب بسدد تحت الضغط ما بينجح بالمحاولة. الريباوند للو يلي ببرر له اياه على عبد الدور لكن تبقى لصالح فريق الرياضي. دواريك سبنسر بسجل نقطة العشرة. 10 نقاط لدي. فادي بينقلها لحسين. تسديدة ثلاثية مقطوعة بتبقى لصالح فريق الشانفيل. الخطيب بضيع المحاولة والكنعان على الريباوند. تعادل الفريق على النقطة الخمسين. علي كنعان تسديدة ثلاثية ما بيسجل منها. أصغر كردوست بيلتقط الريباوند على الدفاعي. فاست بريك. نديم السعيد بيسجل. نديم السعيد 8 نقاط للسعيد. والشانفيل بالمقدمة من جديد بفارق نقطتين. دواريك سبنسر دي من المسافة المتوسطة ما بينجح بالمحاولة. نديم السعيد بيلتقط الريباوند. فادي الخطيب. فادي بيخترق السلة وبيحصل على خطأ من علي كنعان. وممكن يعمل دبل فيجرز بهالوقت مع عنده 2 فري ثرو. فريق الشانفيل صار له فترة عم يلعب من دون صانع العاب حقيقي بارض الملعب. يعني وجود حسين الخطيب فادي الخطيب ونديم السعيد مع بعض ثلاثتهم منهم بوينت جاردز. 9 نقاط 5 ريباوند 3 اسيست 2 ستيلز. بينجح بالمحاولة الأولى نقطته العاشرة. بسجل كمان الخطيب 11 نقطة لفادي.
والتقدم 4 نقاط لصالح فريق شانفيل. جو فوغل من جديد على ارض الملعب. أربعة وخمسين خمسين. علي محمود ديفان اكسبانسر ديفان معه دفاع. جو فوغل بيخترق بيوصلها لووت لو بسجل نقطه ال 12. ذكيه تمريرته جو فوغل. يعني لاحظتوا شو عم بيصير؟ حسين الخطيب ما عم يتركوا لديفانك سبنسر، عم يضلوا معه، جرب يساعده نيكولوس بالهلب. تمررت الكره للاعب جو فوغل يلي كان مرتاح، مرر له اياها لووتس لانه يلي عم يمرق ووتس اضطر يطلع عند جو فوغل. ولبطابه تبرم بشكل سريع، الامور بتصير سهله مثل ما عمل جو فوغل وووتس. عم نشوف اسهر كردوس عم يتحرك بصعوبه بارض الملعب، يعني مبين موجوع وعم يلعب. محاولة بتضيع لو على الريباوند. تقدم نقطتين لصالح فريق شانفيل وفريق الرياضة أمام فرصة معادلة الأرقام وممكن التقدم. حسين الخطيب مع بيتكو لسبنسر، سبنسر بيستلم، سبنسر دايما معه دفاع. علي محمود بنقلها لجهة جو فوغل. عبد النور بعد عنده سريتين، جون بسدد. المحاولة الثلاثية ما بتنجح، فادي الخطيب يلتقط الريباوند. رقم 6 بالمباراة نيكولوس. نيكولوس بده يلعب على جو فوغل، خطأ من جو. خطأ من جو فوغل بالإعادة. عم نشوف الخطأ اللي احتسب على جو فوغل لصالح اللاعب الجورجي، كمان أوت أوف باوند مع فادي الخطيب. 3 دقائق متبقي لنهاية الكوارتر الثالث. فادي بس هذا المسافة المتوسطة ما بينجح بالمحاولة. فوغل بيلتقط الريباوند. تمريرة بتوصل لجو عبد النور. علي محمود لعبد النور. 4 ثواني متبقي. جو بسدد على الارك. جو فوغل بسجل نقطة العشرة، تاني ثلاثية ناجحة للاعب المخضرم بهالمباراة. يعني جو فوغل بكل البطولة هالموسم سجل 3 ثلاثيات، اليوم عنده 2 صاروا 5. كمان نيكولوس بده يحاول يعطي التقدم من جديد لفريقه، ما بينجح بالمحاولة. البوزيشن لنشوف لمين رح تكون. الحكام عم يطلعوا ببعض. بوزيشن لصالح فريق شانفيل. نيكولوز الرياضة متقدم بفارق نقطة. فادي الخطيب بيستلم، فادي بيخترق بيتوغل بالدفاع وبيسجل الخطيب نقطة ال 13. 13 نقطة للخطيب وبسرعة بيصير اكس اكس ال ليبانيز بست سكورر لهالوقت. لورن ووتس لدي ديوارك سبنسر. خطأ لصالح ديوارك سبنسر. سايد بول مع سبنسر. كمان حساب وسبنسر. كابل ما عم يفترق ووكينج على فريق الرياضي. يعني اذا بنتابع دائما حسين الخطيب وسبنسر كيف عم يتحركوا مع بعض. توأم دقيقة ونص متبقي لنهاية الربع الثالث. فادي الخطيب، فادي بيخترق بمر لبرا عند السعيد. تورن اوفر على الخطيب. علي محمود عم ينبش على ديفاريك سبنسر يلي دايما معه خياله اليوم. حسين الخطيب، سبنسر بيخترب البيس لاين، بيتعرض لدفاع قاسي من نيكولوس يلي بيعطله تحت السله بشكل كامل. نديم سعيد بيعمل كنترول للسعيد بيوصلها لحسين.
نيكولوز لنديم السيد اللي عنده بعد 9 ثواني بالهجمة. نديم لنيكولوز 5 ثواني متبقي لهجمة فريق شافي. نيكولوز بسدد المحاولة الثلاثية ما بتنجح، لكن أصغر قردوست بيعطي فرصة جديدة لفريقه. فادي الخطيب، فادي ضغط من اللاعب ووتس وعبد النور، وتمريرة بتوصل لكاردوس بسجل نقطة الرابعة، وتمريرة حاسمة جديدة لفادي الخطيب. لاحظوا فادي الخطيب صاحب لوري ووتس صاحب عبد النور، وصل له اياها لاصغر، اصغر سجل نقطة الرابعة. وشافي عم يتقدم قبل 5 ثواني من الكوارتر الثالث بفرق 3. علي محمود بسدد على الارك، المحاولة الثلاثية ما بتنجح، والربع الثالث عم ينتهي بتقدم صاحب الارض بفرق 3 نقاط. النتيجة 58-55 بالكوارتر الاخير، الكوارتر الحاسم بهالمباراة. والسؤال الكبير، الفريق اللي قدر فاز ب 18 انتصار متتالي بالدوري الملكي لكرة السلة، هل ممكن يتعرض لخسارة تانية متتالية بالدوري؟ هالسؤال جوابه بنعرفه لما نعيش نحن وياكم الكوارتر الاخير. افضل مسجلين المباراة نيكولوس 14 نقطة، 13 الخطيب، حسين الخطيب 12، ووتس 12، وامير سعود 11 نقطة، والخطيب مسيطرين اليوم على الاجواء. الكوارتر الاخير بهالوقت رح ينطلق 18-16. الربع الاول كان لصالح فريق الشامبيون، من بعدها 40-45 للرياضه، 58-55 مع نهايه الكوارتر الثالث. ويب سايت ال بي سي بعد وقت قليل رح يبدا تصويت لريبوك بير اوف ذا جيم. اكيد بعد ايام قليله فريق الرياضه رح يرجع له لعبه المصري اسماعيل احمد، واحد من افضل لاعبي الدوري اللبناني بكره السله تاريخا. فادي الخطيب، فادي بمرر للسعيد، اصغر كاردوس بيستلم على اللو بوست، اصغر بعد عنده 4 ثواني بالهجمة، اصغر بيسدد، بتعرض للبلوك شوت من لورين ووتس. ثانيتين متبقي لفريق الشوفي، لازم الاعادة دفاع دفاع لورين ووتس الممتاز. كارسر كيس على ارض الملعب من الجيت، اصغر كاردوس عم يتوجع، عم يخرج من ارض الملعب، وهون المدرب غساس تركيز دفع بكار ليجرب، يكون عنده اكثر من لاعب، يكون عندهم اوبشن بالتسجيل. المحاوله ما بتنجح بعد ما تعرض فادي الخطيب للبلوك شوت، ولورين ووتس ما بينجح يعمل كنترول على الريباوند. حسين الخطيب ريباوند دفاعي، وكارل بالهجوم، كار سركيس بمرر لحسين، كار سركيس تسديده ثلاثيه ما بينجح فيها على كنار على الريباوند، والرياضي عنده فرصة تقليص الفارق وممكن معادلة الأرقام. ما زال حسين الخطيب مع متر كولا دي وارك سبنسر. أكيد حسين الخطيب رح يكون واحد من المرشحين لريبوك بير أوف ذا جيم اليوم، وسلة لصالح سبنسر، وهيدي نقطة الـ 14. أربعتاشر نقطة إذا للاعب الأمريكي.
الفرق نقطة وحيدة 58-57 التقدم وصل فريق شانفيل. نديم سعيد، نديم تحت السلة ما بينجح بالمحاولة بيلتقط الريباوند وبيسجل بإيده الشمال نقطة العشرة، 10 نقاط لسعيد. ديواريك سبنسر تسديده ثلاثية بسجل ديواريك سبنسر، ثالث ثلاثية لديواريك سبنسر. حسين الخطيب لنديم سعيد، تعادل الفريق على النقطة الستين. كارسركيس بنزلها لنيكولوس، نيكولوس بده يجرب يلعب على علي كنعان، نيكولوس ما بينجح بالمحاولة والبوزيشن بترجع لصالح فريق شانفيل. التصويت اذا المشاهدين على ريبوك بير اوف ذا جيم بدات على ويب سايت الـ NBC، عم تشوفوه امامكم على الشاشه ادريس الويب سايت. مين برايكم افضل لاعب بنظركم بالمباراه ريبوك بلاير اوف ذا جيم؟ كارسر كيس بيخرج من ارض الملعب، مقطوعه من ديواريك سبنسر اللي بيعمل ستيل هون. ممتازة هالحركة كانت من سبنسر، عم تدور بالمسافة المتوسطة ما بينجح بالمحاولة. أصغر كردوس على الريباوند، نديم بيخترق عند وان للسعيد، بيسجل نديم السعيد نقطة 13 وبيحصل على الخطأ. لقطة بالإعادة كيف حمل كرة نديم السعيد وسجل وممكن يعمل رصيده 13. بسعيد بسجل قريب الحرة الإضافية 13 نقطة لنديم، بصير كمان اكس اكس ال لباريس بس سكورر بالتساوي وفادي الخطيب. وشافيل عم يتقدم بفرق ثلاثة، لورين ووت بالمسافة المتوسطة ما بينجح بالمحاولة. فادي الخطيب على الريباوند، فادي الطائرة بتخرج الاوت والبوزيشن بتبقى لصالح صاحب الارض. دفاع منطقة من المدرب سوبوتيتش، زون 2 3 بهالوقت. حسين الخطيب بيخسر الكرة، ديواريك سبنسر بمرر لصانع العابه علي محمود. نديم سعيد بحاول يقطع الكرة، بوزيشن بتبقى لصالح فريق الرياضي. لسعيد عم يعمل شغل كبير جدا بهالمباراة. علي محمود بيخترق بيعطي الووتس لو، بيحصل على الخطأ من أصغر قردوس. الخطأ الثاني على أصغر، ما في ولا لاعب بثلاث أخطاء إلا علي كنعان عنده ثلاثة فاولز. عشر نقطة سبعة ريباوند، بسجل نقطة 13 مع اثنين بلوك شوتس. كمان بسجل 14 نقطة لووتس والفرق نقطة واحدة. والمباراة بالفعل يعني كل قائد شانفيل الرياضي بيحملوا عنوان الحماس والتشويق، وهذا الشيء اللي عم نشوفه اليوم بهالجيم. فادي الخطيب بوجه دفاع المنطقة، نيكولوس للخطيب، الخطيب بيسدد على الارك، المحاولة ما بتنجع، الريباوند لصالح سبنسر. كمان ديواريك سبنسر محاولة ثلاثية بسجل ديواريك سبنسر نقطة 18، 4 3 بونتس لدي وعم يرجع يلاقي حاله مع نهاية المباراة. وأنا شيء كنت عم أقوله إنه ممكن بأي لحظة اللاعب الهداف الكبير يلاقي حاله بالجيم. لورا ووتس كمان بيلتقط الريباوند بعد دفاع ممتاز، سبنسر بسدد على لا 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 لا
ديمارك سبنسر بيرجع فريق الرياضي للمقدمة وبفارق 5 نقاط 21 نقطة لديمارك سبنسر. الرياضي عم يتقدم بفارق 5. فادي الخطيب بمرر لحسين، حسين بسدد على الارك ما بيرجع بالمحاولة الثلاثية، لورن ووتس على الريباوند. بالتصويت لهلا على ريبوك بير اوف ذا جيم الافضل فادي الخطيب بالتصويت 31%، امير السعود بالمركز الثاني ب 21%. 5 دقائق و15 ثانية متبقي. علي محمود عم يربش على سبنسر، سبنسر كمان بسدد هالمرة ما بينجح، ريبوند لنيكولوس. نديم سعيد نيكولوس بيخترق ووكينج على نيكولوس، أقل من 5 دقائق لنهاية المباراة. الرياضي قدر يستوعب فريق الشانفيل بشكل سريع جدا بالفعل، يعني فريق الرياضي يعد من أكثر الفرق يلي بتعرف تخلص مباراة، يعني إذا منتابع مبارياتها بالليج بنشوف في محلات كتير كانوا أندر بريشر قدروا يخلصوا المباراة بالدقائق الأخيرة أو بالسواد الأخيرة. لنشوف اليوم أمام فريق الشانفيل وجمهوره بديك المهدي إذا رح يقدر كمان رجال مدرب سوبوتيتش يحققوا هالشيء. علي محمود بسدد على الارك، لورن ووتس، اي لاف ذيس جيم، ما معقول سلت لورن ووتس، ما معقول سلت لو باي طريقه سجلها. 16 نقطه للو، بيعمل دبل دبل، لاحظوا بالاعاده تسديده علي محمود والتايمنج الممتاز للاعب المترين و18 سنتيمتر يلي حسم الامور تحت السله. 7 نقاط التقدم لصالح فريق الرياضي وتايم اوت للمدرب غسان سركيس. كمان مرة جديدة من انجل تاني، لاحظوا لاحظوا لو امام نيكولوس كيف حسم الامور، لاحظوا كيف حمس حاله لاعب الاكس ام بي اي هو وعمر التركي اللي كان صار له ثواني قليلة دخل على ارض الملعب. عمر من اللاعبين اللي بأثروا كثير معنويا على فريقه بارض الملعب، لاعب عنده خبرة كثير كبيرة. المدرب سوبوتيتش وتعليماته. فريق الرياضي يلي متصدر الدوري اللبناني لكرة السلة ب 24 انتصار وثلاث خسارات. بدي اذكر بكره رح تنطلق المرحلة الرابعة بأيام الفاينل 8، اللقاء الأول الساعة 6:30 المتحد بيستضيف بيبلوس بمجمع الصفدي بطرابلس، مباراة مش منقولة بشكل مباشر، مباراة منقولة بشكل مباشر رح يستضيف فيها فريق عمشيت على أرضه الساعة 10:30 بكره المساء. فريق الحكمة أندري أمت هداف الدوري اللبناني بمواجهة النادي الأخضر، وكلنا بنعرف هالمواجهة الكبيرة طوال هالموسم قد كانت قوية. مقطوعة من عمر الترك اللاعب اللي كنت عم بحكي عنه من ثواني قليلة، لاعب الخبرة بيعمل ستيل وبيحصل على خطأ. 4 دقائق و12 ثانية متبقي. عمر التركي اللي قدر يعمل ستيل غالي جدا، رح عنده الثاني فري ثرو بعد ما مسجل نقاط بهالمباراة. بيرجع بالمحاولة الأولى. عمر الترك بسجل التيم الثاني على الفري ثرو لاين، التصويت على ريبوك بير اوف ذا جيم عم بيكون حامي بين 3 لاعبين. فادي الخطيب 26%، 25% لامير السعود و26% لديمارك سبنسر كمان. تنافس قوي عم بيكون اذا بالتصويت على ريبوك بير اوف ذا جيم بين هاللاعبين الثلاثه اللي ذكرتهم، طبعا دائما بزون ديفنس، زون ديفنس
هي يلي غيرت مجرى المباراة كده لعبها المدرب سوبوتيتش. هون تكتيك ممتاز كان المدرب سوبوتيتش وكمان تورن اوفر جديد. يعني بنذكر بالبطولة مش من زمان يعني لما التقوا الفريقين البيتشاوبيل والرياضي بقاعة صعب ستيم المنارة لما لعب المدرب سوبوتيتش دفاع منطقة كان عنده إصابة لجو عبد النور ولورين وودز. I love this game. عم بطير لورين وودز ولحظة الإعادة ولحظة التمرير الممتازة يلي كنا عم نشوفها. 18 نقطة للو والفارق 11 نقطة. نيكولاس بجرب يكسر الرن نيكولاس وهيدي نقطة 17 ثالث ثلاثية لنيكولاس وهيدي سلة وودز من جديد. الفارق 8 نقاط ثلاثة دايم متبقي لنهاية المباراة. عبد النور يخترب الباسن بفض الترك ترك بسدد على الارك المحاولة الثلاثية ما بتنجح. نديم سعيد بيلتقط الريباوند وبينطلق بشكل سريع خطأ لصالح لسعيد. إذا المنافسة على ريبوك بير اوف ذا جيم شرسة عم تكون بين فهد الخطيب من جهة فريق شانفيل وبين لاعبين من فريق الرياضي أمير سعود وديوريك سبنسر اللي أخدين مع بعض هن حصة فريق الرياضي. نديم سعيد موجه دفاع المنطقة اللي عامل مشاكل كبيرة جدا لفريق شانفيل. فادي نديم سعيد بسدد على الارك ما بينجح بالمحاولة. ريباوند لعلي محمود وعلي محمود طبعا بخبرته الكبيرة بده يجرب يكسر ايقاع المباراة. عم يجرب يلعب بطريقة هادية. سبنسر كمان سبنسر بفضي لعبد النور. عبد النور بفضي الترك الترك بسدد على الارك والترك بسجل نقطة الخامسة بهالوقت والفريق عم يزيد ل 11 نقطة قبل دقيقتين من نهاية الجيم. كارسركيس محاولة ثلاثية ما بينجح فيها. ريباوند لعبد النور. عبد النور بروح بالفاست بريك وبسجل جو عبد النور بسجل وبزيد التقدم لفريقه ل 13 نقطة. 8 نقطة لجو عبد النور. نيكولوس خليل عون لنديم السعيد يلي بينجح بالمحاولة. 15 نقطة لنديم. الفارق 11 دقيقة ونص متبقي لنهاية المباراة وخطأ لصالح علي محمود. الخطأ من كارل سركيس. سايد بول مع ديواليك سبنسر. سبنسر بيخترق وبسجل. 23 نقطة لديواليك سبنسر. كنت قلت لكم أنا بالكوارتر الثالث انه هاللاعب معدله بالمباراة الوحدة حوالي 23 نقطة 22 نقطة فاصل 6 تحديدا. قلت لكم هاللاعب ممكن بأي لحظة يقدر يرجع لمعدله الاعتيادي وبالفعل سبنسر فرجى انه قادر يرجع لمعدله الاعتيادي وصار مسجل 23 نقطة نفس معدله بالدوري وتخطيهم كمان ب 0.4. نديم سعيد كان عم يسجل عم يعمل فرق 9 وسبنسر عم يتقدم بالتصويت بشكل سريع جدا على ريبوك بلاي اوف ذا جيم. 33% لهلا لديوريك سبنسر وخطا كمان لصالح سبنسر. سبنسر نجم الكوارتر الاخير بامتياز ولهلا عم يكون نجم التصويت على ريبوك بير اوف ذا جيم. بضيع المحاولة الأولى. هيدي أول فري ثرو عم يضيعها بالدوري اللبناني هالموسم. بالمباريات الستة يلي خاضها بسجل الثانية. 24 نقطة لسبنسر. نص دقيقة تقريبا متبقي لنهاية المباراة. تقدم 8 نقطة لصالح فريق الرياضي. نديم السعيد بنزل الفرق لخمسة وبيرجع بيعطي الأمل لفريقه. أول 3 بوينتس لنديم. ضغط دفاعي على ديواريك سبنسر. عمر الترك. عمر عفوا الفارق 9 نقاط 82 73 كان في خطأ بسكور بورد أمامي قريت مثل ما كانوا
مثل ما كانوا حاطين السكور. سبانسر بسجل نقطه 26 اخر ثواني المباراة. كمان محاولة ثلاثية الناجحة مع نهاية الوقت 84 82 78. والمباراة كمان في غلط بسكور بعرض الملعب. النتيجة اذا عم تنتهي لصالح فريق الرياضي يلي بيحقق فوز جديد ببطولة لبنان لكرة السلة بعد فوزه بالمباراة المهمة جدا بين الناديين بين الرياضي وفريق الشانفيل. وصار وقت تتعرف نحن بيكون على ريبوك بلاير اوف ذا جيم. اذا ريبوك بلاير اوف ذا جيم اخترتوه انتوا اعزائي المشاهدين على ويب سايت البي سي ديريك سبنسر اجين اند اجين. يو ار ذا ريبوك بلاير اوف ذا جيم. ليباريس فانز تشوز يو ذا بيست بلاير. وات يو وانت تو تيل ذم فيرست اوف اول؟ ثانك يو. ات واز ا هارد فور ماتش. وي جست كيم اوت يو نو وي وونت تو بلاي اور تيمبو اند كنترول ذا جيم. وي ديد ذات موست اوف ذا جيم اند وي جات اوت وذ ا فيكتوري. هاو دو يو كومبير ذا ليباريس ليج ذس سيزون؟ اتس تاف. It's tough. You have every team every night they're ready to play. So, you know, we just have to come out ready to play every night and give 110%. But the Lebanese league is really growing. I like it. You played an excellent defense on the quarter, the first quarter, second and third. We just tried to control the tempo. If we can control the tempo, you know, we can come out with a win. So, I mean, I just tried to do my part on the defensive end and try to help my team win. Thank you, Diwari. Congratulations again. إذن مشاهدينا النتيجة النهائية هلا زبطوها بأرض الملعب 76-84 فوز بفرقة 8 نقاط لصالح فريق رياضي. بكرة نحن بنلتقي نحن وياكم الساعة 10:30 بلقاء رح يجمع عمشيت والحكمة. بس قبل بنشوف XXL Lebanese Best Scorer. Lebanese Scorer of the Game powered by XXL Energy Drink. إذن XXL Lebanese Best Scorer هو نديم السعيد يلي سجل 20 نقطة بالمباراة اليوم. نديم بفوز إذن بهاللقب أفضل مسجل لبناني بالمباراة وبفوز معه كمان ب 400 ألف ليرة لبنانية. وهلا صار وقت نودعكم اليوم أعزائي المشاهدين بعد نهار طويل من الرياضة على شاشة الـ LBC. بكرة ملتقى بملعب عمشيت الساعة 10:30 عمشيت على أرضه وأندري أمت هداف الدوري اللبناني بيستضيف الفريق الأخضر نادي الحكمة. من هلا لوقتها بدي أشكركم، أشكر حسن المتابعة، بدي أودعكم إلى اللقاء.